في البداية أقول لكم كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم على عوالكم على شعبنا وكل ناسنا الطيبين. اليوم حبيت أشوفكم بعد ما وعدناكم بنعمل أكثر ما يمكن في تلبية طلباتكم في العلاج خارج العراق، وأقولها بكل ألم ووجع، كنا نتمنى الأمور تمشي أسرع من هذا، ولكن الظروف الدولية فيما يخص كورونا خلت البعض جاتكم بطيئة، والأكثر من هذا بطئا هو إجراءاتنا التشريعية والقانونية في البلد تحط بيروقراطية، مع كل هذا تجاوزناها من أجل نتحقق أمنيتكم، وهذا شيء بسيط لا يمكن مقارنته أمام تضحياتكم قدمتوها. ولكن أقول حسستوني بإحساس وطني كبير لما دخلت القاعة، كل الشباب المصابين بالتظاهرات كلهم وجوههم كانت تضحك وتبتسم، هذه الابتسامة إن شاء الله تبقى مستمرة على وجوهكم، ويجب أن ننطي رسالة للناس عندنا فرصة أمل، ما حصل إن شاء الله ما يتكرر، ما حصل لكم ما يتكرر مع أي طرف أو أي شخصية أو أي مواطن عراقي. عندنا فرصة، نعم عندنا فرصة نعيد بناء بلدنا، نقدر نعيد بناء. فالمرة الثانية رحب بكم وأتمنى لكم تروحون، وحبقى تواصل وياكم، وأتمنى عليكم تكونوا صبورين شوية، صبرتوا الحمد لله والشكر جت النتائج.